الحريم مركوبة مخصمنا من الدماغ معزول احنا نولع علشان نتدفى مخصمنا من الشياط مخنوق احنا نصاحبك لو كنت رجول احنا هجومنا من الدرجة الاولى ولا شنكار ياكل ولا خوز احنا نكسر العظام بسهولة عشان نكون على نور الدخنة بخور انتو لو جبتة ولع بالدور يا زميلي هداتي اعلى من الدون بصراحة انا اصلا مش باسكو اسمي للاورا نترنى على رقمها انا هكرب بيك وقلامة مسطرها وهطلع بيك انا بطل في نظرها دماغي تعبانة مش حمل عطلها اللي جاي على الايد يا لواج احنا اصلا بتاع مشاكل لو نخصم نص الدايرة عندنا احسن من انا ديب على ايو هديب واللي يخيب انا بعامله غريب ولو سمعت ان اتخربش قلت اخفيلة لاما كتير وما بيغمس سيف يوم نفسه انا عارفه ملاسوع وماشي لوحده وده لو اتحط ما يحسبهاش حتى لو اتحط الموس فرقة بنص اصحابنا من الحريم مركوبة مخصمنا من الدماغ معزول احنا نولع علشان نتدفى مخصمنا من الشياط مخنوقة انا واعوذ بالله من الكلمة كل ما تبقى معايا انا بكلمك لقت وقلبي تفكر فيا قلت اكيد تأثير الكيمياء ما تحضرش الجن افتكرها صوتي في السحبة بلتمسها لو انت الاكس مش عايزها لو انا الاكس ابقى البسة لو مش هسوق مش هركب يا عبيد حرباية بس انا حوي تعبي كان نفسها في حاجات مش هحكي وانا اللي بتاع حب ولا حاجات من دي انا باجي في القعدة تقوم انت ناطر بدل امر تقول انت حاضر بفتح بقي تقوم انت صامت انا العبدين انت مش ابن يا صامت ما تقلد ولا انت نافع احنا اخطر دفاعي دافع ولا بوكس ولا ام ام اي اخوك بتقول اتقطر شوارع كان في الاحلام والطموحات خالص ما المستقبل بقى على البايز دنيا معايا تكبيس 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 ولكني في لايف في حضوري خدت الاجواء ابو روسي جاي على الدواب ليه بتقول لي انك في الشغل وانت شغال عندها سواق نص اصحابنا من الحريم مركوبه مخصمنا من الدماغ معزول احنا نولع علشان نتدفى مخصمنا من الشياط مخنوقه مخنوقه روح يا باشا.